لتشجيع المساواة بين الجنسين والعملية الديمقراطية في مجتمعاتهم، أنشأت مجموعة من النساء القياديات في إفريقيا، آسيا والشرق الأوسط نموذجاً للقيادة الأفقية والاتصال. أثمر كتاب التوصل إلى الخيارات. هذا الكتاب هو أداة للتعلم ولتطوير القيادة المشتركة وأساليب الاتصال. فالتوجه القيادي للشخص يعتمد على أسلوبه بالاتصال الجيد الذي يؤثر على كيفية عملنا سوياً وعلى التغير الاجتماعي. التواصل الجيد يوصل الرسالة الصحيحة من خلال الوسيط المناسب إلى الجمهور المستهدف. من أجل حشد النساء حول قضية عامة برؤية مشتركة، نحتاج إلى التواصل بفعالية. من صفات القائد الجيد القدرة على التواصل بشكل جيد، فبالتواصل يمكننا أن نتبادل المعلومات والمعرفة. إن أردت إحداث التغيير، أعتقد أنه من المهم تعديل رسالتك حسب الجمهور، فالإعلام يلعب دوراً كبيراً في أي حملة. التقت مجموعة من النساء الناشطات من هيئات تابعة لمنظمة التضامن النسائي للتعلم في مركز قيادة منظمة التضامن النسائي للتعلم لتدريب المدربات لمناقشة أساليب تطوير وتبادل رؤاهم المشتركة. نحن نتصور عالماً يضمن حقوق الجميع رغم اختلاف الجنس، العرق، اللون، الدين، الأصل الوطني، القدرة والمستوى. في هذا الفيلم تبحث النساء الناشطات عن أساليب لإيصال رسالتهن من خلال الإعلام التلفزيوني. من خلال استشارة خبيرة الاتصال والتدريب على المقابلات التلفزيونية، يناقشن طرق التحضير للمقابلة ويجربن أساليب مختلفة لتقديم رسالتهن إلى المشاهدين. إن كنا تقومن بالكثير، إن أردنا تحقيق تلك الرؤية فهذا يتطلب تواصلاً قوياً. الإعلام هو الوسيلة التي سنستخدمها للوصول إلى جمهورنا، لذا من الضروري التحدث إليهم. هل تعاملت إحداكن مع صحافة سلبية؟ ارفعنا أيديكن جميعاً. أهمية التكلم إلى الإعلام تكمن في إيصال الرسالة بأسلوبك وصوتك. تريدين القول ها نحن، هذا ما نحن، نحن تهمنا حقوق المرأة، نحن نسعى لتمكين المرأة، كيف نتكلم عن ذلك؟ أعتقد أن ما نريد أن نشارك الجميع به اليوم هو الأساليب التي يمكن استخدامها عندما نكون في ذلك الإطار المحدد، أي في شاشة التلفاز، والأسلوب الأمثل لإيصال رسالتكم. فكري بسبب طلبك أو طلب منظمتك لإجراء هذه المقابلة، والأهم من ذلك كيف ستساعد في تحقيق أهدافك. لست مضطرة لإجراء كل مقابلة يطلب منك القيام بها، فاسألي نفسك عدة أسئلة: هل ستصل هذه المقابلة لجمهورك؟ هل ستنشر في وسيلة إعلامية يتابعها جمهورك؟ إن كنت تحاولين الوصول إلى جهات رسمية مختصة، اسألي نفسك أي محطة إذاعية رئيسية أو وسيلة إعلامية محلية يولوها أي اهتمام؟ فقد يكون مهماً القيام بذاك اللقاء، لكن ليس الآن. كوني رسائل بسيطة تثير عاطفة الناس وتبني الدعم لقضيتك. حددي رسائلك لتكون 3 أو 4 رسائل حتى لا تشوشي نفسك والمستمعين، فجميع الرسائل يجب أن تدعم هدفك الرئيسي. يجب تدعيم الرسائل بحقائق موجزة وبالإحصائيات والجمل والقصص، فكلما أضفت إحصائيات وحقائق إلى رسائلك كلما زادت مصداقيتها، وهذا أيضا يساعد الناس على الفهم. حين تقولين التمييز العنصري ضد النساء أمر سيء وتدعمين ذلك بالقول إن نسبة كبيرة من القضايا التي ترفعها النساء ضد التفرقة العنصرية، فهذه حقيقة ترسخ في العقل ويدرك المستمع أن الأمر خطير ويجب أن يوليه الاهتمام. لأننا نقوم بهذا العمل نعتقد أن الآخرين يستوعبون ما نعنيه،
فنحن حين نقول القيادة النسائية ضد قانون التمييز العنصري لا نقدم أمثلة قوية تساعدهم على الربط بما نقوم به. نعم صحيح تماماً. لا أستطيع التأكيد على مدى أهمية إعطاء الجمهور دليلاً مادياً ملموساً على ما تقولينه، فلا يكفي القول إنه برنامج رائع. تجربة اللقاءات هي طريقة مفيدة للتدرب على إجابة أسئلة الصحافة والحصول على تقييم لمهاراتك الإعلامية. سهير العزوني ناشطة فلسطينية تطوعت للقيام بلقاء تلفزيوني تشبيهي. دانا تشالي كيف حالك؟ أنا بخير شكراً على هذه المقابلة. أنا سعيدة أنك استطعت المشاركة في لقاء اليوم الخاص. أخبريني عن بعض البرامج التي تعملين فيها الآن. في الواقع لدينا العديد من البرامج تصل إلى 17 برنامجاً، فعلى المستوى الإعلامي نقدم برنامجاً تلفزيونياً ونصدر صحيفة نسائية، ولدينا برنامج في الإذاعة الوطنية. كذلك لدينا برنامج خاص بالشابات الصغيرات موجه لعشرة آلاف شابة يمثلن أنحاء الوطن، فيتم تعليمهن مهارات القيادة وتثقيفهن حول مفهوم المساواة والنوع الاجتماعي، وبدورهن يحاولن الوصول إلى الشابات في مناطقهن. لقد قرأت أن رئيس الهيئة التشريعية قلق من بعض البرامج الأخرى التي تديرها منظمتك، فبماذا تردين على انتقادات تقول إن هذه البرامج قد لا تكون ضرورية لنساء مجتمعنا حالياً؟ يوجد عدد كبير من النساء اللاتي يشعرن أن برامجنا هامة جداً وأنها غيرت حياتهن، وأن عليهن المشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع. لذلك نحن نساعد النساء على اتخاذ قرارات تخص حياتهن، فكل واحد منا يملك الحق في التصميم الذاتي وأيضا في اختيار ما يريد عمله. ممتاز، حسنا، شكرا. راجعت الناشطات اللقاء التشبيهي وناقشنا عدة أساليب للاتصال بفعالية. إنها تحارب الموقف الذي تتخذنه. ما اسم المرأة التي قابلتها؟ حتى أنا كنت سأسأل عن ذلك. والمنظمة؟ أنا لا أعرف مع أي منظمة أنت. أعتقد أن ما يحدث عادة ويعرقلك في اللقاءات هي أشياء غاية في الوضوح. اسمك؟ اسم منظمتك؟ تحدثت عن برامج ناجحة تديرينها، ولكني لم أعرف أسماء تلك البرامج. كل لقاء هو فرصة لإيصال رسالتك، وأنا حصلت على معلومات، ولكن لم أستطع ربطها مع منظمة معينة. أعتقد أنك كنت مفعمة بالحيوية في اللقاء ومتفاعلة، وعيناك كانتا دائما تنظران مباشرة إلى الأمام. في السؤال الأول ذكرت سهير العديد من البرامج، لكن ربما كان من الأجدى لو ركزت على برنامجين أو ثلاثة منتقى حتى يتمكن الجمهور من التماشي معها بسهولة. فعندما بدأت بوصف بعض البرامج تشتتت أفكارنا. قدمت لي في ردك على الرأي السلبي لرئيس الهيئة التشريعية بعض الإحصائيات، وقلت قمنا بإجراء استطلاع لآلاف النساء في مجتمعنا، أو 70% من النساء والرجال في منطقتنا يؤمنون بكذا وكذا. كان ذلك سيكون رداً حاسماً. وجدت ردة فعلها للنقد مثيرة للاهتمام، فبدل أن تقول لا هذا غير صحيح أو لا إنهم مخطئون، كانت دبلوماسية وتعاملت مع الأمر قائلة حسناً نحن نؤمن أن إلى آخره. أنا أعتقد أن هذا أسلوب جيد للرد. ما قمت به كان جيداً، فأحياناً يملك الناس إجابات فورية، ولكن أحياناً يحتاجون مهلة للتفكير قبل الإجابة، وهو أمر يستغرق لحظات وليس دقائق. وأنت نظرت للأمام ثم أعطيتني الإجابة، وهذا بحد ذاته أمر جيد. يمكنك عبر وسائل الإعلام الحصول على انتباه فئات مختلفة من الجمهور من خلال عرض بسيط يركزون على رسالتك. على هذه الطاولة نرى ألواناً عديدة وملابس قد لا تكون مناسبة للقاءات التلفزيونية،
عندما نتابع برنامجاً على سبيل المثال، أتمانعين لو اخترتك؟ إطلاقاً لا أمانع. إن الحلقة الذي ترتدينه يعمل على تشتيت انتباه المشاهد عما تقولينه، فأعتقد أن علينا كنساء مراعاة حاجتنا إلى استماع الآخرين لما نقوله، وأن نكون حياديات قدر المستطاع. لذلك أقترح ارتداء الألوان السادة دائماً والابتعاد عن الأبيض، واختيار الكحلي أو الأزرق سيكون موافقاً. أحياناً الجلوس في الصف الأمامي يساعدك على حفظ التوازن، فلو جلست في الخلف بنهاية اللقاء لا أصدق أنك تصورين هذا. سيبدو شكلك هكذا. عفواً، نسيت الجلوس باستقامة للتكلم بوضوح، وأنا أعرف أناساً يتكلمون هكذا. ومثال آخر، أنا لدي شعر قصير، لكن النساء ذوات الشعر الأطول يقمن بهذا. لذلك قبل الظهور على الشاشة افعلي شيئا بشعرك وانسي أمره، وضعي يديك أمامك، وإن احتجت للإيماء بيديك فلا بأس. التحكم بالحديث قبل اللقاء وخلاله أمر هام جدا، ولتوجيه الحوار نحو رسالتك الرئيسية أكدي رسالتك بالتكرار. ستجدين نفسك في مواقف غير مريحة بالنسبة لك، لذلك قبل بدء التصوير عليك التأكد من أنك مرتاحة في موقعك. وإن توجه نحوك المحاور وباشر بإجراء الحوار، يمكنك القول له أعطني لحظة، ولا أقصد أن تأخذي 5 دقائق، فنحن لن نذهب لطلاء أظافرنا. بإمكانك القول أعذرني لحظة، دعني أضع أوراقي على الطاولة وأستدير، الآن أنا مستعدة لإجراء اللقاء. تذكري أن هذا الأمر يحدث خلال لحظات، لذلك عليك التحكم بنفسك، لأنه حالما تبدأ الكاميرا بالتصوير يكون الأوان قد فات. لدي استفسار حول الأسئلة السلبية، فأحياناً يوجه سؤال لأحدهم ويرد أنه سؤال جيد لكنه في الواقع يحاول كسب الوقت، لكن إن سأل أحدهم سؤالاً مستفزاً سيكون الرد مثلاً: لا أعتقد أنك تسأل هذا السؤال للحصول على معلومات أو شيء من هذا القبيل. هذا في الواقع جواب عدواني، ويمكنك القول أنا هنا للتحدث عن كذا. هموم النساء والفتيات حول العالم تستحوذ على تفكيري وعلى أهداف منظمة شراكة المرأة، هذا هو ما نشعر فيه. أي تجاهلي ببساطة التعليق السلبي لذلك الشخص بعدم الرد عليه، فبعض البرامج الإعلامية مبنية على هذا التوتر والنزاع، بحيث يكون لدينا شخصان يصرخان دون الاهتمام لما يقولانه، بينما ما نريد فعله هو إيصال المعلومات التي لدينا وأن يفهموا وجهة نظرنا. لذلك وبشكل عام قد أحاول غض النظر عما قاله لي المذيع، والرد نحن هنا للتكلم عن هذا اليوم. لماذا عندما نتكلم في لقاء أو إلى جمهور كبير لا نكون مدركين أحياناً لما نقوله ونظهر كل تلك العادات السيئة التي لدينا؟ فمثلاً لدي عادة سيئة بأنني أكرر كلمة تعرف وأحياناً يتشتت عقلك وتقولين عكس ما تريدين دون وعي منك أنك قلت ذلك، وتستغربين رد فعل الجمهور لأنك لا تعرفين السبب، وقد يضحك الجمهور وأنت تستغربين لأنك لا تدركين الخطأ. التحدي في الظهور الإعلامي هو القيام بعكس ما نقوم به عادة. قد يكون هناك قائمة بالأشياء التي نقوم بها عندما نتكلم مع أفراد عائلتنا أو في محيط عملنا، ولكن عندما يتم تسجيلها يكون الأمر صعبا. فعندما نكون مضطرين للعمل ضد كل الأشياء التي اعتدنا القيام بها يصعب علينا ذلك، ولكن إن تدربنا على الأمر سيختلف الموقف بشكل كبير. أطلبي من أحدهم مراقبة تصرفاتك في ظروف مختلفة، فحينها تدركين الخطأ الذي ارتكبته وأن عليك التوقف عنه، فالتدرب على ذلك يشكل فرقا كبيرا.
لم يخلق الجميع ليكونوا متحدثين إعلاميين جيدين، لكن في التجربة والخطأ تتعلمين بشكل أفضل، وربما لا تكونين الشخص المناسب لهذا الدور، وإنما تجيدين تحديد أهداف الرسالة أو القيام بدور المدرب وإعطاء الرأي، وشخص آخر قد يرغب في الوقوف أمام الكاميرا وتقديم الملاحظات. لهذا من الجيد العمل المشترك، وأن نعي ما تبحث عنه وسائل الإعلام وما يبحث عنه الناس وما يستمعون إليه حين يطالعون الإعلام. اسمي مارثا تختخا جايفا، أنا من أفغانستان كابول. أنا أقوم بتعليم النساء. أنا عضوة في مجلس المشرق والمغرب. لكل منا أسلوبه المختلف في الاتصال، وإيجاد أسلوب خاص لتوصيل رسالتك بفعالية هو عنصر هام في القيادة الجيدة التي تعتمد على الاتصال الجيد. تعتمد القيادة على التفاعل بين الناس وكذلك على التواصل بينهم، ومن غير التواصل تكون القيادة مستحيلة، ومن غير التواصل المؤثر تكون القيادة المؤثرة مستحيلة.